نظم العشرات من أهالي محافظة بابل وقفة احتجاجية على مشروع الربط السككي بين العراق والكويت. المحتجون طالبوا عبر كاميرا الرشيد واللافتات التي رفعوها الحكومة بالإسراع في تنفيذ مشروع ميناء فاو الكبير، لأنه سيسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي الذي يشهد تدهورا كبيرا بسبب اعتماده على النفط. في حالة منح الكويت أو إيران أو البلدان الأخرى خطوط سكك حديدية يعني نوقع الموت لميناء الفاو، لذلك نطالب بعدم منح أي طريق سكك لهذه الدول على حساب مصلحة العراق ومصلحة ميناء الفاو. التعيينات الأخيرة اللي قام بها رئيس الوزراء والتي دلت بشكل واضح على أنه تحاصص حزبي سياسي، تحاصص طائفي بني على أساس منهاج الحكومات السابقة. كنا نتأمل من حكومة الكاظمي أن تقوم بإجراءات جادة من خلال برنامجها الذي تم إعادة الجماهير والشعب العراقي به. إنشاء ميناء الفاو الكبير، هذا الميناء اللي العراقيين قرروا أو خطط لتنفيذه من أيام مجلس الإعمار، ومنطقه كامله ويجب ان ينجز باشراف عراقي. طالب السيد رئيس الوزراء بزياره الحله واقاله هذا الرجل، هذا المحافظ اللي عين محافظ لابابل، وتغييره بشخصيه حليه نزيهه وطنيه معروفه من داخل الحله.